هذه المباراة الكبيرة بين يونايتد وأستون فيلا في ملعب أولد ترافورد أو ما يعرف لدى مانشستراوية بملعب الأحلام. البداية للفيلنز، يونغ يلعب كرة وفردستار يبعدها بالفعل. الفترة التي يعيش سلمان كارو يلعب كرة وفرصة الآن لميلنر، الدفاع يتدخل، لا زال الدنيا كيسوري، مرور جميل والدفاع خلصها والدفاع بعدها. إيفانز في اللحظة الأخيرة، الشاب اليافع ينقذ مانشستر من فرصة خطيرة. هذه يحاولون من البداية، هذه الكرة الآن وراسية والقائم والدفاع، ومرة أخرى تضيع، داني فليتشر خلصها. يا الله على هذه الكرة الثانية، شفتوا كانوا ضرب الكرة براسه ومن كان في التغطية يكون مكان السير بعد ذلك. هذا أقول لهور، مرور ممتاز وفرصة الآن الأول ولا غيره، هذه الكرة الآن. والحكم ماذا سيحتسب؟ خطأ لمانشستر يونايتد، نعم الكرة عادت من ميلر ومسكها براد فريدل، لا مجال للحديث عن غير ذلك. شوف الكرة، التمرير الرائعة من بيتروف الذي متقدم يعني خطوات عن المكان المحدد، وبالتالي فإن الحكم أخرج له بطاقة. جيكس ورونالدو، يبدو رونالدو على تنفيذ الكرة، والتي حقيقة تثيرنا معها. لوك يونغ طويلة خلف المدافعين، وما هو القرار بجانب حكم المباراة؟ خطأ، خطأ خارج منطقة الجزاء ضد داري لفليتشر، خطأ في مكان مثالي جدا. جاريث باري بين الثلاثة، هذه الكرة الخطيرة للفنلندز مع الدقيقة 19، أشلي أخرى. إبداع وإبداع، لاحظوا فاندر سابع ومنافسة أرسنال عليه فيما يتعلق بالفنلندز. كرة إلى أقبل لاهور مع جاري نيفل، محاولة مرور واحد على واحد، مرور جميل ولكن بعد ذلك التمريرة يقراها فاندر سار ويخرج للحصول عليها. شوف أقبل لاهور واحد على واحد، مهارة مرور رائعة جدا. ثم خاطئة من جيكس لم يقراها كارت، تمريرة من أقبل لاهور إلى الأمام، وجاري نيفل أقرب إلى الكرة يتدخل بشكل مثالي. رمية جانبية، رمية جانبية لأستون فيلا. لاحظوا الآن الفريق الزائر في مباراة اليوم بالألوان الزرقاء، تحرك هجومي بالنسبة لأستون فيلا. الكرات الطويلة التي ترسل هذه المرة لجاريث باري، مرور جميل من جانب جاريث باري وعرضية وفرصة، والآن الكرة إلى يونغ يحاول اختراق، يمر ويلعبها بينية، ولكن حالة تسلل لويس راني، يلعب كرة عرضية وفرصة لرونالدو، ورونالدو بالرأس لكن عنده فيتل خطيرة جدا. برتغالية خالصة بنكهة برازيل أوروبا، ناني في الأولى ورونالدو، لكن برار تمريرة في العمق الآن، متابعة لمصلحة كاريك وحاول التسديد من كاريك، ولكن أيضا جاءت بعيدة، انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى، انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. تسديدة قوية من جانب مايكل كاريك، محاولة مرور معاه بيتروف، ميلر يحاول التسديد وكرة قوية، يتغير اتجاهها إلى ركنية، إلى ركنية. آخر دقيقتين على نهاية الشوط الأول، الجميع يعرف أنه جماهير ليفربول هي الأخرى تتم في الله. تعددت المحاولات والفرص للفريقين في شوط مثير، شوط جميل، ولكن النهاية عرفت هدف
مانشستر يونايتد أستون فيلا، وقد شاهدنا شوطا مثاليا وممتعا انتهى بتعادل الفريقين بهدف مقابل هدف. الشوط الثاني سينطلق الآن، وبالتأكيد حملة البحث عن الفوز ستستمر من جانب الفريقين، سواء من جانب مانشستر يونايتد أو من جانب أستون فيلا. لا يعرفها، الأسماء مغمورة. لاحظوا كرة رونالدو الآن، لكن التغطية موجودة أمامه، وكأنه تعرض لإصابة. كريستيانو رونالدو اللي يشاهد حقيقة في هذا الموسم، الكل يتابع أنه ليس كالموسم الماضي بالنسبة لرونالدو. الكرة فيها تغطية من جانب الدفاع، جاريث باري، مهارة، محاولة عرضية، ولكن عند براد فريدل. عدد المتنافسون والمنافسون والمان واحد. هذه كرة على اليسار، انطلاق الآن وتمريرة من جانب بيتروف، يلعبها إلى جون كارو، يتحرك ميلر على اليمين، فرصة للفينلاند. كارو عمل تعطيل تكتيكي، انتظر المساندة. اخطا رونالدو، افتكها بيتروف، تحرك بيتروف، مرر بيتروف، وجون كارو تحرك كما ينبغي ولعب كرة جميلة، وأكب اللهور برأسه وضعها في الشباك. أين المان؟ أين المان؟ هذا هو الهدف، وشباك مانشستر يونايتد تهتز، ومعها فرحة كبيرة لأستون فيلا، لليفربول، ولتشيلسي، وربما للكل في إنجلترا، لأن كاب ليست أسماء وأسماء. هذه الكرة الآن، وفريدل تدخل، خلصها الدفاع، أبعدها الدفاع، أكبو لاهور بالرأس، رأسية أكبو لاهور. فيدريكو ماكيدا اللاعب القادم، مرور مرور من جانب كارو امام ايفانز، ولكن فضل التمرير فلم تجد الكره من يوسف يسجلها. هذه محاوله الان، ولكن تمر امام هجوم المان، تضيع الفرصه الماضيه، يطالب فيها ماكيدا بركله جزاء، لكنه لا يحتسب له شيء، وانما ربما نقول انه الاحتجاج الذي الرابعة أو الثالثة للمان. هذه رأسية، ولكن فوق المرمى، رأسية فوق المرمى من جانب إيفانس. نعم، يندب حظ إيفانس على الكرة الماضية، كيكس لعبها نموذجية رائعة جدا، ارتقى إيفانس ولعبها، لكن فوق مرمى الحارس براد فريدل. لعب كرة وخطورة الآن من رونالدو، والدفاع تدخل، وبراد فريدل، ولكن خطأ على الأباتشي، خطأ على تيفيز، والخطأ لبراد فريدل. نعرف أنه تيفيز قهر فريدل في الموسم الماضي في مباراة بلاك بيرن، لو تذكرون، عندما استصدم في الدفاع، لازالت في حوزة المان. تمرير عرضية الآن وتغطية، وكاريك يلعبها إلى جيكس، ثم إلى كاريك، البحث عن رونالدو. التعادل لا بأس فيما يتعلق بالفيلز. هذه محاولة الآن، فليتشر، جيكس، وفليتشر، براد فريدل ينقذ أستون فيلا، روعة من جيكس، وتسديدة جميلة من فليتشر، لكن فوق المرمى. تخدم جاريث باري، تعود إلى نيكيسوري، ممتازة إلى جاريث باري، يلعبها لكنه تأخر فيها، عادت لمصلحة المان. رونالدو، قوية من رونالدو، لكن بعيد عن المرمى. ضاعت الفرصة الماضية. شوف رونالدو عندما تحرك مانشستر، عندما يعني لاحظنا رونالدو في مستواه، كيف كان مانشستر في أفضل حالاته. كرة ويلباك الآن على حساب تيفيز. ويلباك دخل السلام، ويلباك، وبراد فريدل، والدفاع تدخل، خطيرة، ولا زالت محاولة مستمرة. فريقين والمان يضغط، وهذه محاولة، مرت من إيفانز، غير معقولة. لا
لاحظت وجاري يلعبها بينية وفرصة للمان ومرور بمهارة وتصل إلى جيكس. جيكس يبحث عن التمرير، كرة جميلة وهذه الجماهير وهذا الـ 75 و 76 ألف متفرج.